اختار لك شي بنبونة من هدول. بدي هاي اللي على اليمين منظرها بشهي. لا دكتور، كان مفروض تختار المغلفة. وليش بقى المغلفة؟ لأنه أنا بشبه المكشوفة بالمرأة اللي بلا حجاب، والمغلفة هي المرأة المسلمة التقية المتحجبة. طيب أنا بتعجبني المصاصة المكشوفة يا أخي لأني عم شوفها، والمغلفة ما بعرف كيف هي. يا دكتور، المكشوفة معرضة لهجمات الدبان، والمغلفة نظيفة ومحفوظة. أفهمتك مو هيك؟ لا ما أفهمتني. شوف إجا الدبان. والدبان بشو بتشبههم؟ الدبان بيشبهوا الرجال اللي بتحرشوا بالمرأة المتكشفة دكتور. تسمح لي بسؤال صغير؟ طبعا دكتور تفضل. ليش النسوان عندكم تتحجب؟ وهيدا سؤال صغير برأيك؟ ما بعرف، إذا فيها إحراج بلاها. لا شوف عمي، في عنا عدة نصوص عن الحجاب. مثلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هاد حديث ولا قرآن؟ لا هاد قرآن دكتور، والآية نزلت بطلب من سيدنا عمر رضي الله عنه. في يوم الأيام قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. يعني بدل ما الله يوحي لعمر صار عمر يوحي لالله. وشو خص عمر بالحجاب؟ وليش ليتدخل بأمور الله؟ هاي قصة طويلة دكتور، بتحب تسمعها؟ ايه ما في شي ورانا غير انه نسمع قصصك. عن ستنا عائشة قالت: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذ تبرزنا إلى المناصع، يعني بيقضوا الحاجة خارج البيت دكتور، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وليش عم يطلب هذا الشي من الرسول؟ لأنه بالليل كان في شباب زعران بيتربصوا للنسوان ويتحرشوا فيهم دكتور. العمى على هالشغلة؟ ايه والله دكتور، ما كان يميزوا المسلمات من غير المسلمات، ومشان هيك طلب عمر انه المسلمات يتحجبوا حتى الشباب ما يتحرشوا فيهم. يعني معلش يتحرشوا بنسوان غير مسلمات؟ ما عنا مشكلة بالموضوع دكتور. ولك يا بني آدم، القانون الأخلاقي المفروض يكون للكل، لأنه الله ما عنده تمييز. ولما الرسول ما سمع لسيدنا عمر، اضطر سيدنا عمر يعمل كم حركة يرغم الله والرسول على تنزيل آية الحجاب. شو عمل؟ اسمع بقية الحديث دكتور. فخرجت سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. العمى بقلبه يتلصص ويبصبس على نسوان الرسول ويتحرش فيهم كمان؟ رضي الله عنه عمل هيك مشان الرسول يحس بالخطر دكتور. ليش الرسول كان بلا احساس؟ هي علينا. وهيك بيكون عمر ارغم الله انه بينزل آية، مو هيك؟ حسبها مثل ما بدك دكتور. سيدنا عمر كان همه الاول انه يصير في تمييز بين المسلمات وغير المسلمات، يعني العبدات، ومشان هيك بس كان يشوف عبدة متحجبة كان يشتمها ويضربها ويقلعها الحجاب ويصرخ فيها ويقول: لا تتشبهي بالحرائر. قاسي وفاشي وعنصري كمان. ايه، وشو مشكلتك بالموضوع دكتور؟